بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أتكلم عن الدهون والدهون اللي موجودة بالأكل، وشلون إحنا ناكله بطريقة صح، وشنو الأساسي وشنو شو السالفة. يعني الناس وايد ضايعة من هالموضوع هذا، في ناس يقطعون الدهن مرة واحدة من أكلهم، وفي ناس لا والله يأخذون الدهن الصح بس يأخذونه بكثرة. فخلنا نتكلم عنه ونتفاهم ونعرف شنو سالفة الدهن. طبعا الدهن يعتبر أساسي برجيمك أو بنظامك، مو بس الرجيم، حتى بحياتك الدهن لازم يكون أساسي، لازم 20% من أكلك يكون فيه دهون، ولكن يفضل أن يكون دهون نظيفة أساسية مفيدة، منها زيت الزيتون، الأفوكادو، الدهن اللي يكون موجود أوريدي باليدام، لأن اليدام أساسي، كان دياي، لحم، سمك، هذا لازم يكون فيه دهن. صح أنه يكون فيه دهون مشبعة، ولكن شفت 20% اللي قاعد أتكلم عنها، يفضل 5-7% منها تكون دهون مشبعة، لأن الدهون مشبعة هم مهمة للجسم، لجدار الخلية والأشياء كثيرة. فإحنا ما نبي نقطع مرة واحدة، بس نقدر نأخذها بطرق أساسية. يعني أنا دهون مشبعة وين موجودة؟ دهون مشبعة بالمقالي وبالأكل وبالحلويات تكون موجودة، ولكن أنت لما تأكل بروتين على الغداء، كان صدر دياية، كان لحم، لازم يكون فيها شوية دهون مشبعة، وهذا اللي راح تكون متواجد طريقة أنك أنت خذيته وخبيت معها البروتين. ولكن تقول والله هبة بن سلامة قالت أن دهون مشبعة أساسية، أروح أخذ لي حلويات، لا، أنت أخذها بالمصادر اللي أنت مضطر أن تأخذها منها، لأنها موجودة أوريدي وما تقدر تشيلها، كان من دياي، من لحم، من السمك. ولكن إذا كانت مصادر ثانية قاعد تعب الجسم، وهم الدهون المشبعة أو الدهون الدهون النباتية إذا كانت بحرارة بكثرة أو أنها صارت مصنعة، تتحول لدهون محولة أو دهون مهدرجة. وهالدهون المحولة أو المهدرجة تعتبر من أسوأ أنواع الدهون يا جماعة، لأنها ما تطلع من الجسم، تسبب مشاكل في الجسم، تسبب ترسبات على الكبد. فهالشيء هذا إحنا ما نبي، عشان كذي الواحد يحاول كثر ما يقدر يوخر عن الدهن، ولكن ياخذ طريقه سليمه. يعني مثلا زيت الزيتون، كفشة زيت الزيتون فيها 120 كالوري، ترى مو شويه لو تفكرون فيها، بس مصدر عالي حق الاوميجا 3، مصدر عالي حق الدهون الاساسيه حق الجسم، حق الطاقه. زيت الزيتون وايد زين حق الامعاء، وزين زين حق اذا ناس عندهم امساك، يمشي بطنهم، يريحهم، يقوي المناعه. زيت الزيتون مفيد، ولكن مو معناته انا احط لي 3 كفاش على الريوق، و3 كفاش على الغداء، و3 كفاش على العشاء، واكثر منه على انه هو زيت زيتون ترى ما له مضره. لا مضره اذا كان بكثره، واذا كان عديت انت ال 20% من مجموع السعرات الحراريه اللي انت قاعد تاخذها من دهون، حتى لو كانت مفيده هم يضرنا. عشان كذي الكيتو دايت لما تكون نسبه الدهون حيل عاليه بجسمك، انت قلبت الحاله، صار رجيم كيميائي بجسمك، وقلبت التي سي اي سايكل عندك، وقلبت جسمك وتعبته، وتخلى في حاله وايد مثل حاله الجسم يكون كنا بصحراء، فقاعد يتعب وقاعد تاذي. فاحنا ما نبي هالشيء، احنا نبي الشيء تاخذه بطريقه سليمه. 20% واقل من اكلك يكون من الدهون المفيده، هذا اللي نبي. طبعا الدهون الزيوت النباتيه، مو زيت الزيتون، زيوت النباتيه، زيت الذره وزيت عباد الشمس وهالسوالف هذه، كل ما انتم سخنتوها بكميه كبيره وعدتوا استخدمتوها تتحول لدهون محوله، فديروا بالكم. اذا قليتوا استخدموا القليه واحده، قليه ثانيه ديروا بالكم احتمال ان انت قاعد تكون دهون محوله تضر جسمك فيها. ولكن دائما لما تبون تقلون حطوا نسبه قليله واستخدموها، لا تستخدموا الاشياء الكثيره بكميه كبيره وتحبون تستخدمونها كذا مره. هالشيء هذا قاعد يسبب لنا مشاكل في الدهون وتسبب مشاكل في الجسم ويتعب الجسم. انزين نرد حق موضوع الدهون المشبعه. الدهون المشبعه مثل ما قلت لكم اساسيه، بس تكون كميه قليله، اللي هي موجوده باليدام واللحم والسمك، وهي موجوده بكثره في المقالي وبالحلويات وبالحليب. يعني الحليب الكامل الدسم يعتبر فيه الدهون المشبعه. فاذا انت من شخص ما تاكل يدام او نباتي، خلي الدهون المشبعه تيك عن طريق الحليب. يعني انت خبيت حليب غير الدسم او حليب كامل الدسم، انت هني خذيت الدهون المشبعه اللي انت تحتاجها حق جسمك، وما تاخذها من المقالي لانها راح يتعب جسمك، ولكن خذيتها بمصدر مفيد ناتشرال طبيعي، يكون مورد الحليب احسن من ان تاخذه من يكون مقلي او تاخذه من دهون من الحلويات، لان كذي بهالطريقه انت ضريت جسمك ما فته. الدهون بانواعها بطريقتها معناتها انه مو احنا نقطعها مره واحده، ولكن نحاول ناكلها بطريقه قليله ومو بكميه كبيره يا جماعه. واذا انت مو عارف حق جسمك او شنو الكميه اللي تناسبك حق جسمك، راجع اخصائي تغذيه يحسبها لك ويقول لك انت ايش كثر تحتاج دهن باليوم، اساس انك انت تعرف شلون توازن. ان شاء الله استفدتوا معي، والفقره القادمه نتكلم عن موضوع احلى.
رجعنا لكم بعد الفاصل وراح اتكلم عن رجيم القليل السعرات الحراريه او شنو السعرات الحراريه وشون انا امشي على نظام مناسب لي اللي يساعدني في نزول الوزن واعرف شنو السعرات الحراريه اللي انا احتاجها. طبعا اول خطوه لازم تروح حق اخصائي تغذيه يحسب لك ايش كثر انت تحتاج جسمك ايش كثر يحتاج سعرات حراريه باليوم وشون تزيدها وشون تقللها، هذا شيء وايد اساسي. ولكن لما نتكلم عن نظام السعرات الحراريه القليله، الرجيم اللي يكون حيل قليل السعرات الحراريه اللي يكون 600 او 500 او 700 سعره حراريه تاكلها باليوم، هذا ينزل اصلا يعتبر اذا كان الرجيم زياده على زوم قليل بالسعرات الحراريه كان 500 600 700 راح ينضم الى الرجيمات الكيميائيه ولا ينضم للرجيمات الصحيحه. فانك هم دخلت جسمك للستارفيشن مود ودخلته بمرحله تعب، الجسم راح يتعب، الجسم يحط بباله انك انت بصحراء فيبدي ما ياكل، يبدي يطلع الدهن بالقطاره، بعدين اول ما تاكل رده. فاللي دائما الرجيمات اللي تكون حيل قليله بالسعرات الحراريه اول ما توقف ترجع الى اكلك تشوف جسمك بسرعه يصعد لفوق، وهذا الشيء اللي ياثر معانا لان كان السعرات الحراريه حيل 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 قليله. الدراسات تقول ان اذا شخص يبي ينزل وزنه ما بين نص كيلو الى كيلو بالاسبوع يعتمد على جسمه وعلى نوعيه كميه العضل اللي عنده وعلى حسب وزنه، كلها يدخل بالحسبان. اذا قللت 500 سعره حراريه من احتياجاته كل يوم راح ينزل ما بين نص كيلو الى كيلو، يعني اذا انت الشخص يحرق 1600 1100 يمشي عليها ممتاز. فبهالطريقة هذه أنا ضمنت أنه هو مشى على سعرات حرارية مناسبة له وما تعب روحه. بس وين تي الشطارة؟ تي الشطارة أنه يفيد جسمك بطريقة أفضل، أني أنا أزيد الرياضة، أني أنا أقول والله مشي، فأنت مثلا جسمك يحرق 1600 وقلت لك روح امش أو روح سوي رياضة ورحت الرياضة وحركت 400 سعرة حرارية، فأنت صار مجموع سعرات الحرارية عندك 2000. بهالطريقة هذه لما أنا أقلل 500 سعرة حرارية كذي أنا حاطي كمية أكبر بالأكل وتريحك أكثر. ولكن وايد يمر علي ناس إن الرياضة أو المشي يمشون بطريقة بسيطة يحرقون 200 سعرة حرارية، فدائما أنا أفضل المشي يكون حق راحة، حق قلب، حق شيء صحي، ولكن ما ينضم للرجيم لأنه ما يكون كميته كبيرة. والناس مو راضين يستوعبون إن نمط الحياة الصحي مو بس بطريقة الأكل أو كميته، هم بالحركة يا جماعة. فال10000 خطوة يوميا إذا كانت متقطعة راح تحرق 200 سعرة حرارية فولا شيء، ولكن إذا كانت متواصلة توصل إلى تقريبا 350-400. بس هذا المتقطع ال 200 سعرة حرارية صح إنه ما في سعرات حرارية وايد ولا حركت وايد فما ينضم للرجيم، ولكن يعلم جسمك على الطاقة، يريح الجسم، يرفع الدوبامين، يزين حق القلب، زين حق النوم، فوايد أساسي إنه يدخل بالنمط الحياة. بس مو معناته انه هو بروحه يخليك تحرق، انت ترى 200 سعره حراريه على 10000 متقطع يعني عن صبعين كاكاو ولا شيء. فحطوا ببالكم يا جماعه انكم انتوا تحطون يعني تاكلون بطريقه مناسبه وسعرات حراريه تكون متوزعه. انزين يمرون علي وايد ناس شو يسوون؟ اليوم كله ما ياكل ويجي له على وجبه واحده ياكل له 1100 سعره حراريه، كانت من وجبات سريعه او كانت من وجبه البيت بكميه كبيره، وعلى اساس انه هو يحرق جسمه 1600 وكلى وجبه ب 1100 وانتهى الموضوع. هالشيء هذا اذا انت خبيت السعرات الحراريه كلها بوقت واحد الجسم ما راح يقدر يحرقها كلها حق اليوم كله، بالعكس ياخذ اللي يبيها والباقي يحوله دهون. ولكن اذا انت قسمت السعرات الحراريه باليوم خليت الجهاز الهضمي يتحرك، جسمك يحرق زياده، يعطيك راحه بالجسم، القولون عندك ماشي عدل، الخروج تكرمون يكون منتظم. ولكن اذا كان وجبه واحده كثيره بوقت واحد حتى لما تيجي تبي تاكل جسمك وايد يتغير معك. فحاولوا انكم انتم توزعون السعرات الحراريه وتكون الوجبات مو اكثر من 400 سعره حراريه، يعني بكل وجبه يعتمد ارد واقول يعتمد على جسمك وعلى ذكر او انثى، ريال ولا مره، ريال عود لها طريقه، البنت الصغيره لها طريقه، فيلعب دور انك تروح حق اخصائي تغذيه يعلمك شلون يوزع لك السعرات الحراريه بطريقه مناسبه لك وما تنحرم. يعني وايد اني انا احاول اني اخلي بسعرات الحراريه اشياء انتم تحبونها، كانت من كاكاو، كانت من اشياء انتم تحبونها، ولكن اي ليمت او اعطيكم عدد او سعرات حراريه قليل اللي يساعدك انك انت ما تاخذه بطريقه مضره. يعني وايد ناس يمرون علي يخلون السعرات الحراريه مثلا اقول له اكل 1000 سعره حراريه يصير كاكاو على السناك على الغداء على الريوق، بعدين قهوه فرنسيه على السناك، بعدين الغداء يصير اشياء بس كارب،
يعني يمشون على السعرات الحراريه صح، ولكن نوعيه الاكل قاعد يكونها جدا سيئه اللي ما تخلي نزولك بطريقه صح، بالعكس تخلي نزولك جدا سيئه وما يخلي العضل الواحد يعني يمسكه، بالعكس راح يتعب لانك ما خبيت بروتينات بطريقه مناسبه. ارجو اقول تابع اخصائي تغذيه يعلمكم السعرات الحراريه المناسبه لك اذا انت ناوي تنزل او انك انت ناوي تثبت او انك انت ناوي تروح نادي وتحافظ على جسمك. ان شاء الله استفدتوا معي، واشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمه.